بينما باشرت بعض الدول الإقليمية والمجاورة للعراق بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مواطنيها، تواجه وزارة الصحة انتقادات نيابية واتهامات بالإخفاق في مواجهة الجائحة وشكوك بإمكانية وصول اللقاح إلى البلد في وقت قريب، فيما تؤكد الوزارة استمرار جهودها في مواجهة الوباء. سيكون استلام أولى الوجبات من لقاح فايزر خلال الفترة القريبة المقبلة، خلال الربع الأول من هذا العام. موضوع انخفاض معدلات تسجيل الإصابة في العراق، صحيح أنه على المستوى الوطني هو هذا تحسن كبير، لكن على المستوى العالمي والإقليمي لا يزال خطر كورونا قائما أبد. لم يحدث هناك أي تراخي في جهود الوزارة في هذا المجال، ولطالما حذرنا من احتمالية تفشي الوباء في حال استمرار عدم الالتزام الواضح بتوجيهات الوزارة. تأخر وصول اللقاح إلى العراق جاء بتهاون من الوزارة وفقا لما أشار إليه مختصون، بعد اطمئنانها نتيجة انخفاض معدلي الإصابات والوفيات وتنامي معدلات الشفاء، ما جعل آليات التعاقد على اللقاح تسير ببطء بحثا عن لقاح متعدد وبأسعار منخفضة، الأمر الذي تسبب بشكل مباشر في عدم وصول اللقاح للبلد حتى الآن. من انخفاض عدد الإصابات وقلة معدل الوفيات بين المواطنين، منح وزارة الصحة فرصة أكبر للتفاوض، والوزارة حاليا في طور التفاوض مع شركات عديدة إن شاء الله لجلب عدد أكبر من اللقاحات إلى العراق. ورغم احتلاله المركز الأول عربيا من حيث عدد الإصابات والوفيات، يواصل العراق تراجعه في الترتيب العالمي للإصابات بالوباء، إذ بات يحتل المرتبة 27 على مستوى العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية. حيدر الجابر، الحرة.